اهلا بحضراتكم من جديد ومتواصلين معاكم والاهلي في رمضان. الملفات الرياضيه ساخنه جدا وفي جزء كبير منها يمس الاعلام، عشان كده كان من المهم ومن المفيد يكون في ضيافتنا النهارده اثنين من الكتاب الصحفيين الكبار المؤثرين في الشغلانه اليومين دول الحقيقه. الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، اهلا بك يا استاذ اكرم. اهلا وسهلا. رمضان كريم وكل سنه وانت طيب. الله اكرم وطيبين ومصر بخير والاهلي بخير. والكاتب الصحفي الاستاذ جمال الشناوي رئيس تحرير بوابه اخبار اليوم، اهلا بك يا استاذ جمال. اهلا استاذ ابراهيم، اهلا باشمهندس سعد، اهلا بيك. نورتونا كل سنه والاهلي بخير ان شاء الله. ومؤكد هيبقى في اثراء للقضايا اللي هنطرحها مع حضراتكم يعني. احنا جاهزين. اللي تابعته طبعا قبل الفاصل يا استاذ اكرم فكره الرياضه من خلال الاهلي بيدعو فريق خسر لقب على حفل افطار. دي هي الرياضه يعني. المفروض انه الرياضه اساسها المتعه واساسها التشويق واساسها وخيوط رفيعه جدا بين التشجيع وبين التعصب او النقله. وتلخيص الامر فعلا انه الفريق اما يكسب مفترض يبقى متواضع، والفريق اما يخسر يتماسك ويحاول انه يغير ده. ودي اهم حاجه في الموضوع، ودي لافته جيده جدا ان انا يبقى في فريق اقدر اوسيه او اقدر اشد من ازره بحيث يتماسك ويدخل في بطوله ثانيه، لانه رايح على طول. رايح. وبعدين هي الكوره ما هواش اول مباراه ولا اخر مباراه، دي قاعده عام دائما، في مباريات جايه وفي مباريات رايحه. أيوة. وطبيعي انه يبقى في فائز ويبقى في خسران. في النهايه اهم حاجه الحفاظ على الروح الرياضيه والروح العامه اللي بتربط الجمهور. استاذ جمال عندي تعليق على الحكايه دي. انت تعليقك مهم انا عارف. لا هي بص لها من ناحيه الاداره. اداره نادي ومنظومه. أيوة. بتدير نادي. أيوة. ازاي بيتفاعل وبيتصرف مع فريق خسران. وازاي ده درس مفروض ان هو بينقل بدون كلام انشاء وكلام في المثاليات، لا بينقل واقع فعلي وبيورثه للاعبين. ودي ميزه الاهلي بصراحه تاريخيا. يعني الاهلي ادارته طول الوقت بتتعامل مش بالانشاء وبتاع، بتتعامل بواقع. فريق خسر لازم اقعد معاه اشوف فيه ايه وارفع معنوياته عشان المستقبل وادي له دعم معنوي عشان يقدر يكمل. لكن مش فريق خسر اقعد اتخانق وبتاع وده وانا السبب وانت السبب. لا الاهلي بصراحه مستو خاصه اداره محترمه خاصة دائما. حضرتك لما تستشف من الكلمه ان قال لهم عايزين ناخد دروس من الهزيمه، نتدارس اسبابها ونتداركها ورايحين على بطوله يبقى نعوض بيها. يعني هو عشان اللي في ناس هتطلع تقول لك هو انت بتكرم الهزيمه لا هو لا يكرم، بالعكس ده هو عايز ينبه خلي بالكم. دي جلسه ما انتوا عاملين اللي عليكم بنقول لكم معلش هارلك بس اللي جاي صح. دي جلسه محاسبه من نوع معين في الاداره، وانا متاكد ان بره الكاميرا في كلام تاني. وتعالوا بقى وغير كلام تاني اما انا الخطيب رئيس النادي يقعد مع فريق خسران ويتكلم معاهم باللي احنا سمعناه ده درس قاسي انسانيا على اللعيب الخسران. يعني ممكن يحملوا مسؤوليه طبعا. مش لازم مسؤولية. طول الوقت اشتم وازعق واتخانق وبتاع وانتوا فاشلين وانتوا بتاع، لا التاثير المعنوي على اللاعبين غير خالص. فكرني في بعض المسلسلات حضرتك يعني في علم النفس لما يكون واحد مثلا مزعل حد عزيز عليه، طب من فضلك اتكلم، طب زعق لي قول لي اي حاجه. صح صح. فالصمت بيبقى اقصى ساعات او الكلام كتير. او انك تطبطب بتبقى اكنك بتدي له بوكس. زي ابنك عمل المشكله في البيت، في اب بيضرب على طول وفي اب بيتخانق وفي اب صوته عالي، بص كده في اب يستنكر بالنظر. ده الاهلي، وده تاريخيا على فكره متوارث في ادارات الاهلي كلها. وده نخرج من الحته دي بقى عشان عندنا قضايا مهمه جدا. وانا كنت لسه يعني انطلاقا من اللي حصل قبل الهلال وقبل المغرب وقبل كده مع الترجي. طيب احنا هناخد اكيد القضايا، بس هنروح مع بعض لملعب مختار التتش زميل كريم احمد موفد قناه الاهلي في مران الاهلي عشان يطمنا ويطمن حضراتكم على اخبار فريق الاهلي بعد عودته للتمرين النهارده. كريم مساء الخير.
مساء الخير عليك يا استاذ ابراهيم، كل التحيه للبشمهندس عادلي، وايضا تحياتنا كمان للنجوم الكبار طبعا ضيوفك الكرام. بالتاكيد طبعا متواجدين مع فريق النادي الاهلي واستعدادات لبطوله الدوري العام بدوافع جديده ورغبه بالتاكيد متجدده لفريق النادي الاهلي. انا هكلمكم طبعا واطمنكم بشكل عام ونطمن جمهورنا على حاله اللاعبين، الاستعداد، كل الامور دي طبعا من خلال شاشتنا، شاشه قناه النادي الاهلي. البدايه باشمهندس عادلي استاذ ابراهيم كانت بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في اجتماع مصغر وحديث بسيط جدا مع اللاعبين، لكن مردوده بيكون كبير جدا. الحقيقه الكابتن محمود اشاد باداء اللعيبه، بروحهم، بشخصيه كل لاعب وشخصيه النادي الاهلي اللي كانت حاضره الحقيقه في المباراه الماضيه، واكد كمان ان خلاص هنقدر نقفل هذا الملف، الملف الافريقي مؤقتا. عندنا بطوله الدوري، البطوله المحببه لكل جمهورنا، لابد ان احنا ان شاء الله يكون تركيزنا اقوى واكبر، نقدر ان احنا ان شاء الله باذن الله نجمع نقاط. احنا طبعا انت عارف يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم، المباريات الافريقيه بيكون عدد من المباريات بتحاول ان انت تجمع فيهم نقاط، لكن اكد عليها الحقيقه كابتن محمود الخطيب في هذا الامر. اجتماعه كان سريع، حديثه كانت بسيطه مع بيتسو موسيماني، اشاد باداء وتركيزه الكبير مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، وهي الحقيقه امور معتاده من القيمه الكبيره الكابتن محمود الخطيب. انطلق المران كالعاده، والجزء البدني طبعا المختص طبعا مخطط الاحمال كابيلو، وجزء تكتيكي لبيتسو موسيماني بعد يمكن مدة راحه 48 ساعه بعد العوده من المغرب. لكن هنطمن على الاصابات وهنطمن على الغيابات، في مين هيكون متواجد خلال المباراه، مين ما يكونش متواجد. يعني اقدر اقول لك ان النهارده احمد عبد القادر لم يشارك في المران بالكامل، كلمنا طبعا مع طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله، اكد على ان يمكن احمد عبد القادر عنده كدمه قويه جدا في الكتف، وممكن النهارده مش هيكون مشارك، بكره كمان مش هيشارك، فمن الواضح ان احمد هيكون خارج المباراه القادمه وهي مباراه طلائع الجيش. على الجانب الاخر وهو رامي ربيعه الحقيقه اللي ماشي بشكل طيب وجيد جدا من التاهيل، خلاص رامي نقدر نقول في خلال من اسبوع ل 10 ايام نبدا يخش تدريجيا ان شاء الله في التدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي، بخلاف طبعا هؤلاء اللاعبين استمرار بدر بنون وعمار واكرم للاصابات والتاهيل. لكن الحمد لله يعني اطمنا على منعم، اطمنا على معلول، على ايمن، على كل اللعيبه، الحمد لله ما فيش حد بيشتكي من اي حاجه. يا رب ان شاء الله باذن الله ربنا يحافظ على اللعيبه. تدريب ايضا كمان تدريب قوي جدا بحضور الكابتن محمود الخطيب، يمكن شغال التدريب حتى هذه اللحظه في تقسيمه قويه جدا، واضح المعنويات المرتفعه، واضح التركيز الكبير. ان شاء الله باذن الله كل المردود ده يكون في مباراه طلائع الجيش، ومنها مباشره عقب ثلاث ايام هكون مباراه سيراميكا. لكن خطوه خطوه زي ما النادي الاهلي معودنا، نقفل صفحه الجيش، نبص على سيراميكا، وكون دوافعنا مختلفه بشكل كبير جدا في المباراه المرتقبه والمنتظره وهي مباراه وفاق استيف الجزائري. امور طيبه جدا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم، يا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يستمر في انتصاراته ويستمر ايضا كمان في تركيزه الكبير. شكرا جزيلا للزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي الى ملعب المران في ملعب مختار التتش على كل هذه التوضيحات بشان المران واخبار اللعيبه. شكرا جزيلا يا كريم، وواضح جدا انه الفريق جاي من بطوله. عاوز اطمن على اثنين من اللعيبه بس، محمد محمود ومحمود متولي، اخبارهم؟ بيتمرنوا هم خلاص بقوا فيزيكالي سلام، لكن فت ده موضوع تاني. يعني ده مع الفريق بقى هو يعني، وخلي بالك الاثنين محبوبين جدا سواء من الاجهزه الفنيه او من زمايلهم، فبمجرد ما هيشموا انهم يقدروا يعني. محمد محمود ده خساره، الاثنين لعيبه، لعيب موهوب جدا للاسف الشديد، مصر اتحرمت من الموهبه حتى الان يعني. انما يعني نرجع تاني للقضيه اللي احنا بنتكلم فيها، ان يعني المناخ مش مدي فرصه لحد يحس بالسعاده، لا بالاستمتاع بالرياضه ولا بالسعاده حتى بما يتحقق من نتائج. يعني جمهور الاهلي وصل لمرحله انه لا، عايز يكسب جميع البطولات في كل الالعاب في كل اللحظات وباداء ونتيجه. يعني تبقى كسبان اربعه وتلاقي انتقادات، عديت المراحل الصعبه. يعني النهارده الاهلي هو الممثل الوحيد دلوقتي المصري في بطولات افريقيا، اذا يعني عمل حاجه صعبه وقابل الرجاء حاجه صعبه. يعني هل انت نبتدي باكرم بيه، كيف ترى يعني؟ هو الحقيقه حضرتك لخصت الموضوع، هو فقدان المتعه، ان الكوره ما بقتش متعه، عامله زي واحد معاه فلوس فبياكل اكل كتير جدا، بيجيب اكل كتير جدا لا هو قادر ياكله ولا قادر يستمتع بيه، فيضطر في النهايه يجيله تخمه ويجيله انتفاخ ويجيله ففكره التشجيع هو زي ما انت حضرتك قلت، هو الرياضه في النهايه فيها جزء متعه، فيها جزء تشويق، فيها جزء الخساره والمكسب. يعني اذا في حد بيكسب، اذا في فريق في العالم بيكسب طول الوقت في كاس عالم او ايه المتعه في الموضوع؟ المتعه ان انا اخسر عشان اكسب، فاكسب احس بالفوز بعد كده، ممكن انا اكسب بس اخسر واكسب 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 وارجع اخسر. لا ممكن، لا انا مختلف معاك حتى كمان زي ما حضرتك بتقول، يبقى كسبان وفي ملامه. ايوه هي النقطه، يعني يبقى كسبان يعني وفي ملامه، وصلنا لمرحله خسران وفي ملامه. صوت يعني انا بكسب ايه يعني؟
طب ما طبيعي ان انا اكسب، لكن بمجرد ما اكسب وواحد يضيع فرصه او اثنين احنا كان ممكن نكسب اربعه. بالظبط. بس انت مهوم. وبعدين برضه الجمهور بيبقى قدرته على التحليل مختلفه عن اللي في الملعب بالتاكيد. هو شايف انه اولا يعني زي ما احنا بنقول الجمهور كله بيبقى نقاد، والجمهور كله له وجهات نظر، ووجهات نظر احيانا بصراحه بتقودها المجموع كله بيمشي ورا راي، بالذات في وجود السوشيال ميديا الحقيقه، انه ما بقاش الفكره ان انا عاوز اقول راي مختلف، عاوز اعمل لقطه انتصر لرايي، عاوز اعمل لقطه عاوز انتصر، يعني فكره انه يبقى في نقاش واخذ ورد وعقل وكده لا ده مش موجود بالذات دلوقتي. ويمكن ده بالمناسبه اصل دي مش ظاهره في مصر بس الحقيقه، في العالم كله هي ظاهره في العالم، خلقها الاحتراف. لانه الحقيقه برضو انه الاحتراف حول اللاعب وحول الفريق الى انه اداه في منظومه كبيره جدا فيها استثمارات كبيرة. اشياء ماليه بالظبط، واستثمارات وفلوس ومكسب وخساره ملهاش علاقه باللعبه. ويمكن في مفكرين وفلاسفه ورؤيين وغيره اللي هو كتبوا في ده انه ازاي اللاعب بيبقى بيفضل طول عمره لازم يبقى في الاضواء ولازم يبقى متميز ولازم يجيب بطولات، واول ما الاضواء تنحسر عنه بيختفي تماما من الوجود، وبيشتغل لصالح شركات الاعلان وبيشتغل لصالح المستثمرين وبيشتغل لصالح. فزي زمان لما كنا نسمع يقولك ده احنا بعد ما خدنا البطوله عزمونا على كباب، بعد ما خدنا البطوله شربنا يعني حاجه ساعه، ده ما قبل الاحتراف جاتوب. بعد الاحتراف حاجه ثانيه كان حتتين حضرتك طبعا عصرت ده يعني حجم الاموال وحجم الفلوس اللي بتتصرف بالتاكيد لها دور، يعني ما نقدرش نقول انه ملهاش دور. اللي بيدفع فلوس ده عاوز يستردها، لكن انت في الاول كنت بتلعب للمتعه الشخصيه والجمهور بيشجع للمتعه الشخصيه وبيروح ويمشي بلاد ويسافر على حسابه ويتحرك ويعمل وجو التشجيع وجو ده فيه كانت المتعه الحقيقيه. فيها جزء الكوره زي كل حاجه فيها حنين الى الماضي، لكن الحاضر بقى فارض نفسه بشكل مختلف جدا، مش في الرياضه عموما قسوته اصبحت قاسيه جدا طبعا، حده المنافسه قاسيه على اللاعب وقاسيه على المدرب. انا مختلف مع حضرتك. معايا انا؟ أنا الجمهور قلت حاجة؟ لا الجمهور عمره ما فقد شغفه، بالذات الجمهور الأهلي، وأنا أنا مشجع مش شغفه فرحته لا هو بالعكس حتى فرحته. لا أنا أقصد أقول إيه؟ إنك أنت دلوقتي تكسب متضايق ليه؟ لازم نسأل نفسنا ليه بقى؟ الجمهور بيستقي انطباعاته عن الماتش من حاجتين، المشاهدة المباشرة والبغبغانات بتوع آخر الليل. المشاهدة المباشرة انا شخصيا مشجع اهلاوي، يعني مشجع اكتر ما يعني مش خبير قوي في الكوره، لكن بقى في ماتشات الاهلي بخاف اشوفها على الهواء، استنى لما الماتش ينتهي ولو كسبنا. انا ما بشوفش انا ما اعرفش بعد الماتش انا ما بشوفش ماتشات مهمه بشوفها. اسال ابراهيم، انا كتير اكلمه هنعمل ايه يا ابراهيم النهارده، واللي هنزل بالعربيات ماشي بنزل الف الشوارع. الجمهور بيستقي معلوماته من المشاهده المباشره ومن البرامج. المشاهدة بتجي لك لحظات رهيبة طبيعي، تضيع ضربة جزاء طبيعي شايف الماتش يضيع فيبقى كله وحش. لا مش كله وحش، لأن النهاية جمهور الأهلي فيه ميزة رئيسية إنه بيتعامل مع نتائج دايما، يعني يعني ممكن يزعل شوية لكن احنا واخدين هناخد الدوري، وعنده ثقة كاملة في فريقه. اللي بيأثر على الجمهور رؤيته الشخصية و البرامج التحليليه الحواريه بتاعت بالليل المحللين اللي معظمهم اصلا بصراحه اشخاص يا انصاف مثقفين يا مش مؤهلين. انا بتكلم كاعلام مش ك ده استوديوهات التحليل دلوقتي كلها نجوم كبار. ما هقول لك على حاجه، يعني الفرق الكبير بين النجم الكبير والمذيع هو مستوى الثقافه العامه. يعني مذيع انت بتتكلم على اداره الحوار اداره الحوار ومحاور الحوار ولقطات، يعني ممكن اقف على لقطه في ماتش مش جوهريه واقعد اضخم فيها واعمل منها واثر بيها على الناس تنفعل والناس تتاثر ويوصل لك الانطباع ان الجمهور مش مبسوط. ليه؟ يعني في فيلسوف ايطالي كان كاتب جمله على السوشيال ميديا من فتره كده قريتها، بيقول ان زمان كان في الخمارات الناس سكرانه بتقول اللي عاوزاه وبتصرصر في كل شيء، دول خرجوا من الخمارات الى السوشيال ميديا ممكن يقيم زي الدكتور زويل زي يعني يقيم واحد عالم في فرق في تخصصه. انا واحد مش متخصص في الهندسه اقول ايه الراجل اللي بيعمل ده الكوبري ده معمول غلط. دي الازمه وده هياخد وقت،
ده على مستوى العالم، على مستوى العالم وبالذات في مصر في الدول النامية أكتر، وخصوصا بعد يناير 2011. 2011 حولت المصريين لشعب من الأوصياء. أوصياء، شعب أوصياء فعلا. كل واحد واصي على كل حاجة، كل واحد بيقول واصي برأيه. ما هو رأي إزاي كون رأي؟ أنا بسألني في الكورة، أنا بقول لك أنا مشجع مش خبير كورة، إزاي كون رأي؟ مش أي حد يقول انطباعه يبقى رأي، في فرق بين الانطباع والرأي. أنا انطباعي أنا بحب الأهلي، وحش حلو بحب الأهلي، بتضايق لما يتغلب وبفرح لما طبيعي، لكن أنا أقول رأيي ده قصة تانية. فإحنا كتير قوي من اللي بيتردد في الميديا الرياضية مجرد انطباعات مش آراء. فأقول لك وجهة نظري. دخلنا في حتة فلسفية جامدة جدا. لا والله. لا والله ده مهم جدا. لا مهم. الانطباع والرأي لازم تكون تبقى فاهمة أقرب فيه. يعني ده هو أستاذ غطا. الانطباع، إيه الفرق بين الانطباع والرأي؟ هقول لحضرتك حاجة، والله إحنا هناخد ده من علم السياسة أو علم الجماهير. في كتاب اسمه سيكولوجية الجماهير. بيتكلم عن السياسة وبيتكلم عن المفكر الفرنسي لوبو. بيتكلم على فكرة إيه؟ إنه الشخص داخل المجموع ليس هو الشخص الفرد في بيته أو في شغله. وأنت ماشي لوحدك كده، أول ما تدخل في الجمهور بتنطبع بانطباع الجمهور. صح. وتسير في اتجاه الجمهور، ما تقدرش تقف لو وقفت في التيار ده الرأي يدهسك. وبالتالي ففي جزء نفسي طبعا في التشكيع، في جزء نفسي في قيادة الجمهور. يمكن النقطة اللي كان بيتكلم عليها جمال اللي هي نقطة، مش بقول المذيعين أو المعلقين، تعليق واحد غير مسؤول بيولع العلاقات بين الدول. طبعا كذبة فبركة زي اللي حصلت في المغرب، مش عارف مين عمل ايه، السودان اللي وأقول ايه وتصريح منسوب لجورنان كبير. انا في اليوم السابع بيحصل كتير ان انا وفجأة شتائم او ومنسوبة لليوم السابع. صحيح ده ما بقاش دلوقتي بقى الجمهور يكشفه، لكن بيأثر فيه لما انا اطلع. في فرق بين الانتقاد وبين تكسير المجاديف، هو برضو وبين ان انا زي المنتخب مثلا، ان انا افضل اصر ان اشتم في شخص زي صلاح مثلا، او اكسر او الفريق اكسر الفريق ده بحيث ما يشتغلش قبل كده. زي النقطه اللي كنا بنقولها، فريق خسران بس انا بقول له انت لازم تكسب اللي عندك، ارفع راسك. ودي لحظه مش لكن انا المنتخب، احنا رحنا كاس العالم وخسرنا في كاس العالم، هنرجع لنفس القصه. فكره ان احنا الاول، انا رايي انه الكوره الاول نستمتع بيها وتشوق ونعمل نتائج. طبعا الكوره جوان على راي الكابتن لطيف، لكن الحقيقه برضو ان فيها جزء متعه، فيها جزء فرق الجهد بين الطرفين. فالجمهور طبعا في سيكولوجيه، في سيكولوجيه لو انا كفرد بره المدرجات اكرم، هدخل هبقى اكرم مع وسط ناس زي او شبهي، فهاشير غصب عني امشي معاه. وده بيحصل في السياسه، حصل في المظاهرات، حصل في زي ما جمال بيشير اللي هو انا اخد البلد في سك. السوشيال ميديا بقت سهله جدا دلوقتي ان انا اشحنه وافضل اشحن 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 فاطلع مثلا احنا اتفقنا على كذا، زي مثلا فاوقع بين مصر والسودان، اوقع بين مصر والجزائر، اوقع بين مصر، مع ان العلاقات بين الدول اهم وارقى واكثر ديمومه من هذا الكلام، من مباراه او من احنا وصلنا ان كنا بنقطع بعض لملعبكم على مسؤوليه الاعلام في اللي بيحصل من كوارث. هنطلع الفاصل وبعد الفاصل نشوف الكوره في ملعب الاعلام. طب رجعنا لكم، واحنا كنا وقفنا عند جملة مهمة جدا جدا يا أكرم بيه. حضرتك قلت إن ربما جملة تطلع سواء بعمد أو غير عمد تاخد الناس في سياق وفي اتجاه يعني يؤدي إلى نتائج وخيمة جدا. ودي شفناها أيام ماتش مصر والجزائر في السودان، الأزمة الشهيرة اللي تجاوزناها بحكمة الكبار المسؤولين. ثم الأهلي والترجي، الأهلي والهلال، الأهلي والرجاء، والآن هناك من في الخارج بقى اللعبة بقت عدوى يتلقف أنه يقول كلمة تفسر هو احنا خسرنا ليه. في أزمة أستاذ إبراهيم، التصريح صحيح الذي تم تسريبه على لسان نائب رئيس المريخ السوداني، واللي طبعا كل أي عاقل يسمع الكلام يقول لك هو في إيه.
ده حتى انا كان في ولد زملكاوي عامل على السوشيال ميديا قال لهم يعني انا راجل زملكاوي بس تضحكوا علينا في ايه؟ الاهلي هيدي اتنين لعيبه وهيكسب له صن داونز والهلال رايح جاي ها وهيفوت له ماتش كل ده عشان يجي يلعب ماتشه مع الاهلي هنا في مصر. يكسب ده كله يبقى محتاج يلعب الماتش ده هنا. قال لهم يعني انتوا عايزين تفهمونا ان ده ممكن يحصل فياتي رئيس نادي الهلال المريخ المريخ بجمله صغيره جدا يوسف كده قال لهم يا جماعه احنا لما اتفقنا نيجي مصر اتفقنا مع كابتن الخطيب كنا في دور ال 32 وما كانش لسه عارفين ان احنا هنقع مع الاهلي تفويت ايه قبل القرعه فحضرتك بعد دور نسمع 16. الاول عشان يقدروا يسمعوا طيب هو بس عشان نحط الساده المشاهدين في اصل المشكله حصل تسريب لنائب رئيس نادي المريخ السوداني محمد احمد استاذ محمد احمد قال انه كان في اتفاق حصل بيننا وبين اداره النادي الاهلي اللي المهندس اشار اليه انه الاهلي هيكسب لنا الهلال وصن داونز رايح جاي ده في مقابل ايه في مقابل ان المريخ يوافق يجي يلعب في ملعب الاهلي والسلام لا يعني يلعب ماتش الاهلي ماتشين عشان يجي يلعب ماتش الاهلي الاهلي هيسيب له مباراه من المباراتين وهيكسب له الهلال وصن داونز رايح جاي وهيدي له اتنين لعيبه اجانب في مقابل ايه انه يجي يلعب مباراته هنا طيب هو بالمنطق اللي اشار اليه المهندس عادل من ناحيه المعلومات المريخ السوداني لعب مع زناكو الزامبي في دور 16 في ملعب الاهلي والسلام يعني الاتفاق حصل هو لعب مع اكسبريس الاوغندي في دور ال 32 في السودان بس ابتداء من دور ال 16 وقبل اجراء القرعه لعب في القاهره فما كانش محتاج او ما كانش يعلم القرعه هتجيبه مع الاهلي ولا لا او في دور ال 32 لان لا ال 32 كان في السودان مع اكسبريس لعب في ملعب الهلال 64 يا استاذ ابراهيم دلوقتي بقت اربع مجاميع في أربعة. هو الدور اللي قبل المجموعات اللي قبل المجموعات كان على طول هنا في القاهره لكن طب ما هو انت عملت ده قبل القرعه ما كنتش تعلم ان القرعه هتيجي لك مع الاهلي ثانيا لما القرعه اتعملت والجدول اتعمل بقت اخر مباراه للاهلي والمريخ طب هو الاهلي محتاج يلعب في القاهره مباراه تحصيل حاصل ما هو خلاص هيكسب لك الهلال ويكسب لك صن داونز ايه الثمن اللي الاهلي هياخده كان الكلام غريب جدا يا استاذ اكرم هو ده مجرد تصريح صغير هو هدفه مش الكوره ومش هدفه مش المباراه هدفه اشعال نوع من الخناقه ويبدا تفسيرات ناس تلوم هنا ويتعاملوا معاه لانه حقيقي مع انه هو شائعه ومش موجوده ومش منطقي يمكن دلوقتي السوشيال ميديا او النيو ميديا بقت فكره التحليل والجمهور بقى عنده درجه كبيره من الوعي يعني في طريقه دلوقتي بقى في ناس بتتكلم ازاي تفرق بين الشائعه والحقيقه ازاي تتعامل بمنطق ان ده مش منطقي بس ساعات في ناس بتحب الكذبه في ناس بتاخدها ان هو عايز يصدق الكذبه عشان يمارس نفس الدهمة دول بتوع الفتن بقى اللي هو ايه عاوزين خناقه زي ما حضرتك ضربت مثل قبل كده بالجزائر ومصر ولا اللي هو العلاقات بين الدول اهم بكتير جدا من اي مباريات وصلنا لنوع من يعني بعض الاطراف وصلت لنوع من الانحطاط انه بقوا يشتموا في حاجات يعني صعبه جدا واعتقد ان العقلاء في كلا الطرفين لموا البتاع والحقيقه كان في ناس كبار يعني مفترض عقول وقتها دخلوا في الموضوع ده وبداوا يتكامل فده الكلام ده مش منطقي هدفه في النهايه ان انا اعمل خناقه ويبقى مصر والسودان ومصر والمغرب يعني نعمل خناق ونسيب الماتش اللي هو المتعه الحقيقيه اللي احنا بنقول ايه الهدف في النهايه هو المتعه والتشويق احنا بنفقد المتعه والتشويق لصالح شويه شائعات وشويه خناقات وشويه على فكره اي انسان سوي لا يستمتع بالفوز الا اذا كان بجداره وشويه بالظبط بالظبط يعني يستمتع ازاي بشراء اتفضل انا عندي مداخله بس اتفضل احنا طبعا السوشيال ميديا او النيو ميديا في العالم كله نفس او مش فيها مشاكل بس اقل شويه من عندنا يعني لكن التعصب الجماهيري موجود في كل حته صحيح التعصب الجماهيري مدرب مانشستر اتهدد انه هيفجر بيته وبلغ الشرطه ومانشستر يونايتد في الماتش الاخير بعد الهزيمه مدرب بايرن ميونخ بعد ما خرج 450 تهديد بالقتل في مهاويس للكوره لكن الازمه كلها كيف اتعامل مع المهاويس دول كيف ادير الخلاف معهم كيف ادير انفعالاتهم كل ده من النخبه الرياضيه نخبه رياضية اذا كانت تحت مستوى الشغلانه اصلا صعب جدا انها تدير الخلاف ده يعني جمهور متعصب ومندفع ماشي حضرتك صوتك وطي جميل جدا بس ارجو ان يكون في الميكروفون واصل للناس مكسوف لكن يا ريتني كنت اتمتع بهذه الميزه لانك
تبان هادف حتى وانت منفعل. اه بس بره الهواء مش هادي مش هادي خالص. طيب صوتي كده. الاستاذ اكرم والاستاذ جمال اشار الى انه لما بيبقى في حد عاقل بيحاول على طول يحتوي الموضوع. الاستاذ حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني اجرى الزميل محمد شبانه اتصالا هاتفيا معاه عشان يقول له ايه اللي حصل من النائب بتاعك وحقيقه الموضوع ايه. نشوف. واصدر بيان. عموما انا معايا دلوقتي على التليفون الاستاذ حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني. سيد حازم مساء الخير. مساء الانوار. السلام عليكم ورحمه الله ورمضان كريم عليكم. الله اكرم. اشكرك اشكرك جدا جدا على انك دخلت. والحقيقه انا مندهش من تصريح السيد النائب الاول لسعادتك اللي رئيس النادي، وفي كلامي قلت ان هذا التصرف ما اقدرش احطه الا في الحجم الفردي، يعني ما اقدرش اخد الخاص بالعام. هذا حدث فردي لا يليق بالمريخ ولا بقيمة المريخ ولا بأشقائنا جماهير المريخ ولا بالكرة السودانية ولا بمكانة المريخ عندنا كلنا نهائي. والله أنا أشكرك وأوجه لك التحية. فعلا أصبت لقد أصبت الكبد الحقيقة. هذا تصرف فردي ولا يمثل بأي حال من الأحوال رأي مجلس إدارة نادي المريخ ولا جماهير نادي المريخ. وده كلام غير مقبول. وإحنا يعني نقدم كل التحايا والشكر للنادي الأهلي وعلى رأسه الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب على كرم الضيافة الذي أكرمنا به. نعم. أنا مندهش من الكلام ده أصل. يعني الأستاذ محمد سيد أحمد بيقول الكلام ده على أي أساس؟ وهل ده يعني في انقسام موجود فبالتالي بيحاول إن هو يعني يظهر المجلس بالضعف او رئيس المجلس بالضعف فقال حاجه من خياله هي اساسا تدينه قبل ما تدين المجلس بتاع المريخ؟ يعني الكلام ده يدينه قبل اي حاجه هو شخصيا؟ والله انت تاخذ لسان حالي بالفعل. يعني هذا كلام غير مقبول وكلام لا يصدقه عقل ولا منطق، ولا يعني لا يجوز حتى ان يقال كلام مثل هذا. ونتائج المباريات نفسها كانت يعني خير شاهد ودليل. نادي المريخ بكل صراحه لعب مباريات في استاد السلام وخاصه مباراه المريخ مع الاهلي، رغم ان احنا خسرنا مباراتين لكن كان افضل اداء محترم. طبعا اداء محترم. كان في نديه ومنافسه في الملعب. نعم نعم. وكلام يعني انا نفسي مندهش زي حضرتك. ان شاء الله للنادي الاهلي العتبه حتى يرضوا والكابتن محمود الخطيب. لا انا ما اعتقدش انه مجلس اداره النادي الاهلي هياخد الكلام ده على نادي المريخ، وده تصرف فردي وانا بتكلم، ولا الجمهور المصري حتى الكلام ده هياخده بمحمل الجد. لكن هل في انقسام في مجلس المريخ؟ هل في انقسام في مجلس المريخ؟ وهل الانقسام يؤدي يوصل لمرحله ان يبقى في مسؤول في المجلس يا سيد حازم يطلع تصريحات زي دي تدينه قبل اي حاجه؟ يعني انا بقول للراي العام ده انا كنت متفق على حاجه غلط وما اتعملتش فبلوم مجلس الاهلي. والله طبعا ده الرياضه والاخلاق والقيمه والعداله فين الكلام ده كله بقى؟ لا والله لا يجوز بقيمه نادي المريخ ولا النادي الاهلي يعني يكون حتى في ولا بالهزار حاجه. طبعا هذا طبعا لا يليق لا بالمريخ ولا بالاهلي. طبعا تصرف غير. احنا نفسنا ما لنا. هو الانقسام ده ليه؟ هو في ايه؟ انتوا منقسمين يعني؟ لا يوجد انقسام في مجلس المريخ، ولكن هناك بعض الاصوات النشاز. قبل كده برضه سمعناه بيتكلم في الماتش الثاني لا هيتلعب في المريخ، وحضرتك قلت لنا ان هيتلعب في القاهره، هو يؤكد ان هيتلعب في المريخ. برضه حصل مشكله كده انا فاكر اخذت كام يوم من نفس النائب. هو هذا يعني من نفس النائب، واعتقد ان هذه رده فعل انتقاميه هذا الفيديو. لانه انا كنت مصر، لانه احنا اعطينا كلمه والمريخ قيمه، وعندما يعطي كلمه لا يمكن ان تتغير المواقف لانها تغيرت نتائج المباريات. تمام. هل حضرتك تواصلت بعد التسريب ده بالكابتن محمود الخطيب بشكل مباشر مثلا واعتذرت له او اتكلمت معاه في الموضوع ده؟ لا ابدا، لكني ساتواصل مع كابتن محمود الخطيب، وحتى لو اضطر الامر ان نسافر الى مصر والدخول الى بيتي الثاني نادي الاهلي. طب ممكن على فكره توجه له كلمه رسميه دلوقتي عبر اي تي سي للكابتن محمود الخطيب وهتوصل له واحنا نبعتها له. وكابتن محمود الخطيب قامة كبيرة في مصر وفي السودان وفي الوطن العربي وفي افريقيا. النادي الاهلي نادي عظيم، نادي بطولات،
والمريخ نادي عظيم، والحدث اصلا كان من هذا الامر. اول شيء كان راي فني بحت ان المريخ يلعب في استاد السلام، وبالاضافه لانه هناك احنا ننظر الى نظره مستقبليه للتعاون مع نادي كبير مثل النادي الاهلي. نعم. لا انا عايزك توجه له كلمه خاصه بهذا التسريب المهين لصاحبه وليس لاحد اخر، فعايز حضرتك. والله انا اوجه كلمتي لكابتن محمود الخطيب، انه اخي الاكبر والحبيب الى القلب، وسواء كان لاعبا واقول له دائما الشجر المثمر يقذف بالحجاره، والقافله تسير والكلاب تعوي. نعم. والنادي الاهلي لا يمسه اي كلام، ونادي المريخ قلبا وقالبا مع النادي الاهلي، واحنا مبسوطين جدا، وابارك له الصعود الى دور قبل النهائي. نعم. بعد المباراه قبل العظيمه. نعم. المباراه العظيمه اللي لعبوها امام الرجاء البيضاوي في مركب محمد الخامس. تمام. سيد حازم، يعني انا ما اقدرش اتكلم او ارد على سعادتك نيابه عن الكابتن الخطيب، لكن اقدر اقول لك انه لا حد يستطيع ان هو ينسب هذا الكلام حتى لو صدر من مسؤول رسمي ان يلطخ نادي المريخ السوداني بكلام زي ده، كلام صغير يعني، مش عايز اقول الفاظ تبقى يعني خارجه، لكن ده كلام صغير. نادي المريخ اكبر منه بكتير، نادي الاهلي اكبر منه بكتير، العلاقات بين الانديه المصريه والسودانيه اكبر بكتير من الكلام الصغير، العلاقات اللي بين الجماهير المصريه والجماهير السودانيه على مستوى المريخ او الهلال والاهلي والزمالك وكل الانديه طبعا اكبر كتير جدا من هذا الكلام الصغير. وبشكر حضرتك جدا. نعم. وأزيدكم من الشعر، أزيدكم من الشعر بيتا: إذا عاد بي الزمان والقهقرة لاتخذت نفس القرار وللعبت كل مبارياتي على استاد السلام. تمام. واستاد السلام هو ملعبي، وشكرا للنادي الأهلي، وشكرا لكابتن محمود الخطيب. إنما حضرتك بتؤكد التحقيق مع الأستاذ محمد سيد أحمد من خلال المجلس في هذا. نعم. وسيصدر بيان رسمي لهذا ان شاء الله في مقبل الساعات القادمه ان شاء الله. تمام. استاذ حازم مصطفى، انا بشكر حضرتك جدا على الكلام اللي حضرتك قلته وعلى التوضيح المهم اللي بيقوله رئيس نادي المريخ. طيب قبل ما ننتقل لضيوفنا، هذا المعنى قيل بتفصيل اهم واكثر شويه بالليل مع الاستاذ هاني حتحوت، برضه بنفس المهنيه بتاعه الكابتن شبانه، استضاف رئيس نادي المريخ اللي قال له احنا، ودي انا سمعتها بنفسي، لما خدنا القرار خدناه قبل دوري المجموعات ولعبنا مباراتنا في هذا الملعب وكل تدريبنا وكل ماتشاتنا خدناها هنا، فمن يعني الغرابه ان يطلب مننا ان احنا في ماتشنا مع الاهلي الاخراني ننتقل الى ملعب غريب. يعني ده بالعكس، انت بتخرجني، انا بتمرن بقى كل الوقت هنا، لعبت صن داونز هنا ولعبت الهلال هنا، وقبل كده لعبت في دور ال 32 بتاع التأهل هنا، فاجي في ماتش مع النادي الاهلي اقول له تعالى نلعب بره انا وانت، يبقى انا غيرت ملعبي. والحقيقه ان احسن ماتشين المريخ لعبهم ضد الاهلي. صحيح. كان اكثر من ند، فما فيش اي يعني كلام ينفع يتقال الا ان يعني حضرتك تقول لنا رايك وبعدين اكرم بيقول لنا رايك. بص، هو الاهلي عمره ما لم يثبت عليه تاريخيا متورط في مثل هذا النوع من الاتفاقات. مش محتاج طبعا. لم يثبت حتى في لحظات ضعف مستوى الاهلي لم يثبت تاريخيا، وادارات الاهلي من اول رئيس للنادي حتى الكابتن الخطيب لم يثبت، بالعكس الاهلي دائما بيقاوم نفسه طول الوقت. الاهلي وقف حسام وابراهيم، وقف ابراهيم حسن وقف المغرب عشان عمل تصرف قبل ما يوصل القاهره. الاهلي يعني عشان تنتقد او تواجه تهمه زي دي الاهلي لازم تشوف تاريخ الاهلي ايه. الاهلي لم يثبت عليه تاريخيا اي اتفاق تحتي او غير اخلاقي، لان الرياضه اصلا اخلاق في الاول يعني. كمان اداره الاهلي، انا بقترح حاجه في اداره الاهلي يا ريت يعملوها، يعني في اكتر من نادي اهلي في المنطقه العربيه. أي. ممكن يعملوا منتدى للانديه الاهلي، يبقى في اتفاق تعاون تنقل لعيبه هيتفسر غلط برضه. لا 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 حضرتك يعني استقطاب لانديه. لا لا خالص. طب انا عايز اقول لكم بس كمان الحقيقه الرئيس نادي المريخ في نهايه كلامه مع شبانه قال ان احنا هنطلع بيان.
هم بالفعل مفروض. قبل الفطار طلعوا بيان مهم هقوله لحضراتكم وللجمهور. قالوا: طلعتم بكل أسف الفيديو الذي تم تسجيله في اجتماع أسري في بيت كبير ورجل كبير وعظيم بعظمة المريخ الرئيس ود الياس، ده اللي كان مستضيف الاجتماع يوم الجمعة 22/4/2022 للسيد النائب الأول لمجلس إدارة نادي المريخ في اجتماع لكبارنا ورؤساء تنحني لهم الهامات والقامات لمعالجة سوء التفاهم بيني وبين السيد نائب رئيس المجلس، ده حازم مصطفى اللي بيقول رئيس النادي، والأسف على السقطة الأخلاقية وأن يصل المستوى بالاختلاف في وجهات النظر الإدارية أيا كان المخطئ داخل المجلس إلى تدمير المريخ بالكذب والكسب الرخيص الذي يضر بسمعة المريخ أولا والإضرار بالعلاقات الاستراتيجية التي بدأناها مع ناد كبير كالأهلي المصري في تبادل الخبرات الفنية والإدارية وشراكات ذكية تتجاوز حدود العقول التي لا تفكر إلا في البيع والشراء للزمم، والضرر الذي سيعيب المريخ في علاقته مع أندية تربطنا بها علاقة وطن قبل المنافسات الشريفة. وبيضيف رئيس نادي المريخ في بيانه: عليه ما تم من الحديث في الفيديو الكذب يعد خروجا أخلاقيا ومهنيا من السيد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة نادي المريخ العظيم، والأسف الأكبر أن يصدر هذا الكلام أمام رجال يحفظ لهم المريخ سيرتهم وعطائهم العطر ويعرفون قدر المريخ جماهير المريخ العظيم. لو كان الحديث اتهاما لشخصنا لسفهناه، ولكن أن يكون للمريخ في تاريخه وسمعته والذي من المتوقع أن يترتب على هذا الحديث الخطير عواقب وخيمة لا ينبغي أن يمر هذا الادعاء الكاذب دون محاسبة حفاظا على حقوق ومكتسبات النادي واحتراما لعلاقاته مع الأندية المنافسة وأخلاقيات اللعبة والقوانين المنظمة لها. ومن باب الحفاظ على حقوق المريخ وسمعته وعلاقته الطيبة وتاريخ مشاركاته في هذه المنافسة على مر تاريخها الطويل، فإني باسم مجلس الإدارة أقدم اعتذاري لأمة المريخ وأقطابه وكباره أن يصل الانحدار في السلوك القيادي لرجل يعتبر هو الثاني في المجلس الذي يعول عليه الرشد وحسن تدبير الأمور والبحث عن فرص للرفعة والمحافظة على سمعة ناد كبير كالمريخ. وبناء على ما تقدم، ده بيان الرئيس المريخ، أطالب السيد النائب الأول الأستاذ محمد سيد أحمد بأحد الخيارات الآتية لرد الاعتبار للمريخ وجمهوره: 1- الاعتذار لجمهور المريخ والاعتراف بكذبه، 2- التقدم بالاستقالة، 3- الخضوع لمجلس محاسبة حسب اللوائح. الأخوة والأخوات جماهير المريخ، نعاهدكم أن نظل مدافعين عن مكتسبات المريخ منتصرين له وليس لأنفسنا، وأن نلتفت لمشروعات النادي التي تنتظرنا وبناء المؤسسة التي تحكمنا جميعا، وليست بطولات نصنعها بالزيف والصعود على رقاب الآخرين وحرق الآخرين. المجد للمريخ والرفع والتقدم لشعبه العظيم. أخوكم حازم مصطفى رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السوداني. أكرم به. ده بيان محترم جدا. أنا كنت لسه شايف الصياغة. كنت لسه على صياغة رقيقة جدا وراقية ومحترمة، ولما كل حاجة وكاشف إنه في استهداف للمريخ الحقيقة. هو عاوز هنا يعني واضح إنه مش عاجبه التعاون اللي عامله المريخ مع الأهلي فعاوز يوقع العلاقة. طب إزاي أنت طرف جوه النادي وتسيء لناديك؟ ده ما هو أول ما هيسيء للنادي في النهاية. فازاي بيصغر ناديه او بيضرب فيه او كده؟ واظن البيان بصراحه راقي جدا ومحترم متوازن وموضح الحقائق دي اللي عاوز اعلق عليها، انه في خلاف يعني انه في استهداف للنادي. ليه انا بعمل كده؟ ودي النقطه اللي احنا بنقولها، ان اي حد هيلتقط هذا الكلام يحوله لفتنه. اولا يسقط العلاقه، يعني يسيء للعلاقه بين مصر والسودان، يسيء للعلاقه بين المريخ والاهلي، يسيء للعلاقه بين النوادي المصريه والنوادي السودانيه. ليه؟ ايه الهدف في النهايه اذا كان هدف رخيص او يمكن منافسه او غيره فيما يشير؟ حاجه شخصيه. والحقيقه ان هو فعلا هذا الحساب التلات احتمالات اللي هو بيقدمهم له، قال له عندك تلات خيارات: تعتذر او تستقيل أو تتحاسب. هو بس الصياغة راقية جدا بتعكس مستوى وعنيفة. مستوى ثقافة الشعب السوداني، إنه شعب بيقرأ كتير. أيوة. شعب ده اللي عايز أقوله. شعب صياغة عظيم كل القراية. كلمة في القراية، لا أكتر شعب بتلاقيه عنده قدرة على قراية الكتب طول الوقت ويغذي دماغه. بس الغذاء العقل أهم من غذاء المعدة. السودانيين لاقطين الحكاية دي بدري، وشعب بيقرأ بكثافة عالية. هتلاقي اللغة قوية محدد، هطرح ثلاث خيارات زي ما ابراهيم بيقول.
الازمه بس في اداره الخلاف في بعض الانديه العربيه ان بعض القيادات في الانديه بتستخدم للضرب علاقات متعمد بين شعوب بين شعوب المساله بتبقى اكبر في مصالح اكبر من الرياضه مما تبدو اكبر من الرياضه. هو مين مصلحته دلوقتي انه يقدر يوقع يعني يعمل ازمه بين مصر والسودان او مصر والمغرب او مصر والجزائر؟ مين مصلحته؟ في اطراف في ناس لها مصالح طبعا تدمر هذه العلاقات كتير جدا. فتدخل منين؟ من القضيه الجماهيريه الكوره اللي فيها بقى اللي انت قلته سيكولوجيه الجماهير اللي هو قطيع ويشتموا وادي يشوفوا المصريين وادي يشوفوا ما يتحولش الموضوع يعني انا اهلاوي او زملكاوي مصر والسودان يعني ازاي يعني احاسب ان انا المصريين كلهم كده؟ طب ما في مصريين كتير جدا ما بيشجعوش كوره اصلا، في مصريين كتير جدا زملكاويه، في مصريين كتير جدا بيشجعوا فرق ثانيه، في مصريين مش مهتمين بالكوره اصلا. تلاقي اللي طالع في على النيو ميديا او السوشيال ميديا تحديدا يقول لك شفتوا المصريين او شفتوا السودانيين لا ويقوم واحد ردد عليه وغالبا ده لا بيبقى مصري ولا سوداني ولا ردد عليه ونعمل بقى معركه بالزبط. وشتيمه وشمال وجنوب الشراره الاولى اللي تستهدف تجاره الكراهيه بالظبط تجاره الكراهيه تعبير محترم تعبير محترم تجاره الكراهيه دي بقت سيده لمصالح اعلى واهم ودايما الواحد بيحذر حاجه جماهير الكوره من انه يجي لهم الميكروب ده ان هو يستمع شائعه صغيره ممكن تضرب العلاقات كلها حصل يعني حصل. وفي النهايه لا متعه ولا تشويق ولا اي حاجه في الكوره غير ان احنا نتخانق ونشتم بعض. اي حقيقه لازم طيب انا كنت بتكلم قبل الفصل في مسؤوليه الاعلام. انتوا بقى اتنين مسؤولين عن نوافذ اعلاميه كبيره ومؤثره في الاعلام الحديث اذا كان اليوم السابع او بوابه اخبار اليوم والاتنين بينقل عنهم كل يوم مصايب بس احنا في الرياضه الحقيقه في توازن كبير يعني نعم؟ يعني الاعلام المكتوب والاعلام الالكتروني والديجيتال اعتقد انه بصراحه اتكلم بصراحه يعني لا اكثر مسؤوليه من الفضائيات دائما الفتن بتيجي من تصريحات فضائيه او بتجيش من تصريحات لان شوف انا الكلمه المكتوبه ما تزال الحقيقه الكلمه المكتوبه ما تزال وانت ابراهيم برضو في الاستاذ عدلي لا يعني بتتراجع وتتشاف بتتكلم لا في سياقات ومواثيق شرف بتحكمنا انه اهم حاجه بصراحه اهم حاجه النادي فوق الجميع البلد فوق الكل مصلحه البلد هي الاساس مش مصلحه شكل الكره مش المصريه مش ايه يطلع منك وانت هو زي الاخ ده اللي هو حط ناديك في الاساس مصلحه النادي مش مصالح انا الشخصيه اذا كان لي خلاف مع فلان او علان ان انا اضربه او اعمل فتنه او غيره فبصراحه انا معظم الفتن تاتي من الفضائيات او من السوشيال ميديا كويس بس هي في ظاهره الحقيقه ملحوظة جدا هي فكرة السيركل أو التزاوج بين وسائط الإعلام. أنت حضرتك بتتكلم على إن هي مسؤولية الإعلام الفضائي. يقوم مش واحد كله. لا يروح واحد هابت كلمة بالليل تاخدها المواقع وتاني يوم تبني عليها جرايد واخد بالك المواقع وتفضل تلف وما تبقاش عارف دي بدأت منين. ده صحيح. كله بياخد من بعضه. ده صحيح. شوف هقول لك هو الحقيقة أنا قلت من البداية هو خيط رفيع جدا. بين التشجيع والتضامن مع النادي او مع المنتخب او غيره وبين التعصب طول عمر الكوره فيها استقطاب واظن انه الصحافه الرياضيه في مصر والصحافه العاديه الجمهوريه والمسا طول الوقت في استقطاب وفي عناوين واخبار واخبار الرياضه والحياه كانت بتوزع وكان في سخونه في لكن ما كانش بيوصل الامر لدى اي واحد من كبار الناس في الاعلام انه يتجاوز او يشتم او يصل الى كلام شخصي او خبر كذب وهو يعلم ايوه صح. وما كانش لا الشائعات ولا الكلام ده كان في اتهامات بالتعصب طبعا والتعصب موجود يعني او اقول التأييد موجود او غيره وكان التعصب ولكن لاهداف تسويقيه ايوه ولكن اكتر منها تحريضيه انه الامر دلوقتي بقى متجاوز هنقول الاعلام طبعا بس الحقيقه انه النهارده بقى فيه دبابات اعلاميه موجوده في السوشيال ميديا زي ما حضرتك بتقول التصريح ده ممكن اولا ما يبقاش موجود تصريح ممكن السوشيال ميديا يخترع تصريح صحيح ثم ينسبه لجريده كبيره ثم ما يبقاش موجود على ما الجريده تكسبه لنا مواقع انا ما عنديش اي حاجه باسم بالظبط وكل يوم وتاني الاقي كلام ده الموضوع على الموضوع فانت بتتكلم على سيوله ضخمه زي ما استاذ جمال قال اللي هو فكره هي ظاهره عالميه ولكن الحقيقه عندنا الامر بقى مش بس الحياه في الرياضه بقى في كل حاجه انت ممكن النهارده يدعو لتدمير البلد
ياخد قصه صغيره مرتبطه باي حاجه حدث بسيط ويحولها لازمه كبيره، ونلاقي ناس تتداخل ويسخن الجمهور ويسخن الناس. فالجو ده انت بتتكلم، انا بقول دبابات، دبابات وصواريخ وطائرات مسيره انتحاريه بتدمر العلاقات بين الجمهور وبعضه وبين الاخ واخوه وبين الناس وبعضيه، اللي بياخد شائعه او بياخد صوره او بيقتحم خصوصيه. طب والحل بقى؟ أوي لا يعني حضراتكم، انا كنت عايز اوصل وانتم الاثنين مشخصين ده، مش بس مشخصين، عندكم اهم منافذ اعلاميه من خلال البوابات، بوابه اليوم السابع وبوابه الاخبار اليوم. كيف تتصرف مع الخبر الكاذب او الشائعه او الادعاء؟ حضرتك تعمل ايه وحضرتك تعمل ايه؟ انا عندي قواعد يعني الحقيقه. خلينا نتكلم، هضرب مثل بحاجه بسيطه جدا. بشاعات كتيره بوفيات ناس نجوم او كذا او مرضهم او بيطلع من بعض المناطق اللي احنا عارفينها، يعني المناطق المنحطه جدا، شاع فلان توفى فلان كذا. اولا عمري ما بنشر، لو اطلع متاخر احسن لي من ان اعمل سبق. في ثلاث طرق، في الاسره، في النقابه، في لازم التاكيد. الشائعه بتبان اولا انها شائعه، لازم اتاكد منها. اذا في تصريح شتيمه او حد لازم اطلب اطرافه، في طريقه للتاكد، في الطريقه المنطقيه اللي هي بيبان ايه فلان ما ينفعش يقول ده صحيح. لكن كمان الحقيقه، طب ما انا اطلب الطرف الثاني، ما انا عندي تليفونه والنهارده بقت وسائل اتصال او على صفحته او غيره، اقول له هل انت قلت كذا؟ يقول لا انا ما قلتش. طب مين نسب ده؟ لانه بيستخدموا الصحف الكبيره، ممكن يقول بوابه اخبار اليوم، ممكن يقول اليوم السابع، وده ممكن بيحصل، يقول مصر، بيحصل ويقول ايه وشتيمه. انا على ما كذبه يكون هو خد مساره، شفته قال ايه. والحقيقه في ناس بتتعمد، زي نائب رئيس النادي ده، انه لا هو ممكن يبقى عارف الحقيقه ويتعمد انه يقول سيبها تمشي، لا تتفاعل تجيب لنا بقى ايه صيادين يعني. يقول لك صرح مصدر مسؤول، فلازم موثيق شرف الحقيقه. ايوه يا فندم، حضرتك بقى تعمل ايه؟ احنا بنقع كتير في بعض الحاجات فعلا، وبينسب الينا حاجات. يعني انا بشوف بانرات على الفيسبوك منسوبه لاخبار اليوم، اقعد ادور يا جماعه ده عندنا، يقول لك لا مش عندنا. ففي زي ما قلت في اهداف معينه، وفي مجموعات كتير جدا على السوق. اصلا انت ممكن تعمل كام لجنه يقلبوا لك، يحركوا لك الراي العام في الاتجاه اللي انت عاوزه، تجدير الجو العام، وحتى في الصراعات، في استهداف شخص. حصل عندك ده او حصل عندك ده، اجراءك مع الاعلامي اللي اتورط في ده مع الصحفي يتحاسب. واولا لازم طبعا قواعد، بس لازم يتحاسب. واعتقد اللي بينشر البوابات النهارده، بالمناسبه الصحف حسابها سهل، لان انا معروف لو انا صحيفه ونشرت حسابي سهل، في المجلس الاعلى للاعلام، في الهيئه القطريه للصحافه، في النقابه دي اطر ثابته ومستقره. لكن الحقيقه الحساب الحقيقي على الحسابات اللي هي اللجان، اللي محدش بيبقى عارف مصدرها فين، وممكن ما تبقاش في مصر، ويبقى الشخص مش مصري واخد اسم مصري واخد مكان في مصر وبيشتم شخصيه ثانيه فيعمل فتنه. يعني اغلب الخلافات بين الشعوب العربيه وبعضها هي خلافات لا علاقه لها بشعوب، يا لها علاقه باهداف دول للتفتيت وللتدمير، واستخدام الرياضه لتقويم الدول الشعوب على بعضها، والشتائم وايقاع الناس ببعضها، فتن والكراهيه زي ما حضرتك بتقول. تجاره الكراهيات في العالم زي الحروب بالظبط، ما هو تجار السلاح من مصلحتهم انه يبقى في فتن في العالم وحروب، وانا اخاف منك وانت تخاف مني، فنشتري احنا الاثنين سلاح من نفس المصدر، ويفضل تاجر السلاح هو اللي بيكسب. أو الخطورة في ده كله يعني زمان واحنا صغيرين كنا متعصبين. وانا فاكر وقعة ماتش الاهلي لما الاشبال غلبوا الزمالك 3-2 85 ابن عمي قاعد رمى التلفزيون من الشباك، يعني كان كبرنا كده يعني ننفعل مع بعض، وماتش خلص خلاص تكسر التلفزيون. ده مثلا كسرت كام تلفزيون؟ لا انا ولا نزل على مين يا فندم؟ لا بس لا كانت تلفزيونات عزيزه في الوقت ده فعلا بيكسروا. كنا بنشوف ناس بتاخد حبوب منومه، بس كان ياما الانتحار بالاسبرين فكانوا بيلحقوه. انا كنت اشوف ناس كتيره يقول لك ده خد شريط اسبرين، يعني دي كانت اخرها يعني. ما كانش في البلاوي بتاع دلوقتي. الاهلي جاب جول من حماسه، كان ماسك طقطوقه بيقزز لب، لقيت الطقطوقه طارت من البلكونه. كانوا الاخوات يبقى شقاوا وشجعوا مؤشر، واتخاصموا واتخانقوا ويرجعوا كده. ده بيدينا مؤشر. كان اقصى رد فعل حتى للمتطرف، مشجع المتطرف، هو تصرف شخصي مع اقرب ناس ليه وخلصنا.
لكن دلوقتي المشجع المتطرف واللي بيساق وبيقاد ممكن يعمل أزمة يتمادى كبيرة. يعمل أزمة كبيرة مش بس يتمادى. أنا فاهم. يعني أنا هفكركم مرة في أيام يناير ماشي في الميدان فلقيت واحد صعيدي بيكلم أهله وأنا مستني بس 70 مليار بتوع مبارك هيجيبوهم بكرة ووزعوهم أجيب فلوس وأرجع. دي بداية على فكرة ده مشاهد إحنا عشناها كلنا وبدأت تخرج من السياسة شائعة شائعة. أنا أو يعني في نجم رياضي بلاش هو ينفع ممكن نقول عليه نجم رياضي لكن مش كاتب على صفحته انه الجماهير اداره المغرب الوداد قررت رفع اعداد المشاهدين ل 45,000 وحاطط بوست او بوست للنادي النادي مش فيه اي كلمه عن زياده عدد الجماهير قال ان هم هيزودوا عدد المنافذ للتسهيل على الجماهير احيانا اضطريت اول مره ما بحبش ارد على حد اضطريت ادخل ارد عليه فهي الأزمة عدم فهم لكتير من نجوم الشغلانة وثقافة محدودة وقد تصل إلى الجهل وغرض احنا مضطرين نرجع للدوري ورغبة وهم بيكسبوا هنرجع للدوري المحلي بملف التحكيم واللي حصل فيه النهاردة من خطابات مهمة بعد الفاصل طيب القضايا كتير والقضايا متشابكة وفي النهاية كل ده بيصب في وعاء الإعلام اللي احنا قلنا ان في الداخل في الخارج والبير واحد صحيح لان المشاكل بتنهل من نفس البئر تجاره الشائعات وتجاره الكراهيه اللي حضرتك وحضرتك اكدتوا ان احيانا بتتجاوز فكره المباراه الرياضيه الى صحيح. اهداف اخطر بكثير طبيعي ولكن احد المشاكل الكبرى للرياضات على مستوى العالم ولكن هنا وفي افريقيا تحديدا تبقى مشكله التحكيم يا استاذ ابراهيم صحيح اللي ما حدش راضي عنها و و و و و و و واذا الاهلي قال انا عايز الفار يقولوا له اه طبعا مش عارف ايه طب انا مش عايز الفار طبعا عشان مش عارف ايه يعني اي حاجه الاهلي يشيد بالحكم المحلي طبعا مش عايز اجانب طب عايز حكم محلي احنا بنشيد بالحكم الاجنبي وتتوه القضية الرئيسية لماذا التحكيم في قفص الاتهام كان بيه لماذا هو طبعا ده استمرار للي احنا بنقوله طول الكلام اللي هو فكرة هو مش هيعجبه نظرية جحا يعني اللي هو ايه هيجيب محلي يبقى هو عاوز المحلي يبقى معاه هيجيب اجنبي اه ما هو متفق مع الاجنبي اصل الانحياز اصل الفار طب شفت فار عمله له عشان الاهلي يعني فكرة انه هيفضل طول الوقت بس برضو خلينا نقول انه لما بيبقى التحكيم له معايير ثابته مع كلا الفريقين بصراحه بتبقى مريحه اهم جمله يعني شفنا كتير الحقيقه ناس في مباريات ممكن تبقى متضايق من الحكم بس الحقيقه انه بيطبق نفس المعايير على الاثنين بالظبط يعني الفاولات بيحسبها بنفس الطريقه الضربات الركنيه ما بيجيش في الحاجات حتى الحاجات المشكوك فيها تلاقيه بيرجع للفار وبيبيع الطريقه دي الحقيقه تضمن كثير لانه برده هو الحكم في النهايه قاضي وله السلطه المطلقه في التحكيم صحيح في جهات بتحاسبه بس بعد ما الفاس توقع في الراس يعني اذا حسب جون او حسب بين ضربه جزاء او غيره ما هو في النهايه خلاص اتحسبت والرصاصه طلعت فهو ده الخوف الحقيقي مع وجود عصبيه في الجمهور احيانا مش هقول برضو احيانا بيبقى الحكام شماعات لتعليق ان انا عاوز ابرر النتيجه هنا او هنا التحكيم ما يتصلح لما ما نسمعش جمله اللي اتقالت في ماتش بالراعي لحالتهم النفسيه او الاحتواء الخروج الاحتواء لبر الامان والاحتواء ما هو يعني عشان يخرج لبر الامان هو غير عنده غرض انت كده مخرج مش حكم او عنده ايوه الحكم هو قاضي الملاعب لما يكون قواعد ثابته زي ما قلت حتى اخطاء ليا وعليا ما عنديش مشكله معيارك واحد لكن ما تقوليش النموذج الواضح للمعيار الواضح احنا لعبنا في كاس العالم في ابو ظبي للانديه في ماتشنا مع بالميراس اطرد ايمن اشرف كان بالميراس ولا كان بالميراس وايمن اشرف لما اطرد يعني اعتبرنا ان دي قسوه هل لا والحكم وخدنا الحكم في دماغنا لما جيت بقى بيلعب في الثالث والرابع قدام الهلال كنا خايفين جدا منه
صح. وبدأت سلسلة من الاحتجاجات، ولكن الاتحاد الدولي طبعا أصر على الحكم لنكتشف أن الحكم طبق نفس المعيار. هنا أدركنا أيوة أن زعلنا عادل. كان ممكن يبقى له سبب، بس هو ده طبيعته صفارته لم واحدة يحتق. لم يتهاون مع نفس الأخطاء. صح. واستفادنا من هذه الصفارة. صح. أن حصل طرد. إيه اللي ريحنا من الحكم الفرنسي؟ ابتدينا من بعد الشك نظر له باحترام، معياره ثابت. وهذا ما لا نراه بصراحة هنا. التحكيم أو التحكيم في الكرة بالذات له قواعد، قانون زي القاضي في المحكمة، في قانون. القاضي هل ممكن يحتوي مجرم قتل عشان حتى لو أهله كتير في المحكمة؟ ساعات يقول لك روح القانون، يروح خد بقى في المساحة دي. روح القانون. لا روح القانون في والظرف. لا والدليل الظرفي والدليل المادي. لا في ظرف مخفف وظرف مشدد، دول له قواعد برضه. مش قواعد مطلق. مش مطلق. يعني انت في قاضي اول ما تقع قدام القضية يقول لك خلي بالك القاضي ده زي ما الكتاب بيقول متشدد. زي ما الكتاب بيقول معروف. اذا ده نهجه، دي فلسفته في العدالة، دي شخصيته المهنية. انما لو اتعامل هو نفس الشخص مع الموضوع ده بتراخي، مع الموضوع ده بتشدد، تقلق. هي دي أزمة الحكام. المستوى الفني. ماذا أضاف الفار إلى التحكيم؟ هل أضاف اطمئنان ولا مزيد من القلق؟ مزيد من القلق. لا أنا شايفه، لا أنا شايفه. أنا شايفه إن هو زي زمان، كان التصوير البطيء مش مختلف كتير عن التصوير البطيء، وفي حالات كتيرة بحس إن هو ما بيحلش الأزمة، بيعقدها أكتر. يعني بيرجع للفار او يتجاهل النتيجه ويحكم زي ما هو. فالحقيقه انه هو طبعا مفيد، يعني لو انت التكنولوجيا بشكل عام وغيره مفيده، لانها اضافه لكثير من ادوات التحكيم بشرط المعايير. لكن لو الحكم بيطبق معايير واحده مع الملعب هيطبق معايير واحده مع الفار. لكن ممكن هو يشوف الفار هنا ويبقى منحاز فيتخذ نفس الطريقه، او يحكم بطريقتين. لو هو بيحكم بطريقه واحده يبقى الفار مفيد، لو بيحكم بطريقتين يبقى الفار فايدته ايه؟ لا لانه في الاخر بشر. طيب انا هقول لك مختلف. اتفضل. الفار قلل كتير من اخطاء الحكام، وخصوصا في حالات الاوفسايد والكره عدت الخط في الحاجات الواضحه المفروض كتير قلل. لكن برضو هو حكم الفار هل بيحتوي غضب اللاعبين ولا لا؟ هو التطبيق، الازمه عندنا في التطبيق. كل الحكام حافظين القانون وعارفين القوانين، لكن هو شخصيته اللي بتفرق. في شخص بيطبق القانون زي ما الكتاب بيقول عليا وعليك. ما الاهلي جه في جون بالايد في الترجي عادي جدا. هذه القضيه التي اثارت الجدل دفعت الاهلي انه يبعت لاتحاد الكره عايز حكام اجانب، يقول له انا عايز حكام اجانب وهدفع فلوسهم، بس اشترط انه انا عشان ادفع $40,000 في المباراه عايز حكام من ليفل عالي، من مستوى عالي. فحدد له 5 اتحادات كبرى اللي هي الافضل كرويا في اوروبا، تجيب لي منهم وعلى حسابي انا اللي هتحمل. والاتحاد الاتحاد رد على الاهلي الحقيقه، قال له اتحاد الكره بيرد على طلبات الاهلي، قال له ان احنا للاسف، ده الاتحاد اللي بيقول، اعتذارات الاتحادات الاوروبيه 5 الانجليزي والاسباني والالماني والايطالي والفرنسي المذكوره في خطابكم عن عدم ايفاد حكام اجانب لاداره مباراتي الاهلي مع كل من طلائع الجيش والسيراميكا كليوباترا كما وردت الينا بسبب انشغال حكام تلك الدول في الوقت الحالي باداره مسابقاته. وقال له كمان اعتذارات الاتحادات الاوروبيه 5 مؤقته وليست دائمه، ويمكننا معاوده التواصل معهم مره ثانيه للاستعانه بحكامهم. اذا تمسك ناديكم في خطاب الامس باسناد مباراتي الاهلي مع طلائع الجيش وسيراميكا الى حكم من هذه الدول على وجه التحديد لم نمانع في ذلك، ولكنه يتعذر الان نظرا لضيق الوقت. رابطة الأندية هي المنوطة بجدول الدوري، وننتظر موافاتنا منكم بالمباريات اللاحقة التي يحتاج فيها الأهلي إلى حكام أجانب عند تلقيكم المواعيد المتبقية من جدول الدوري. الحقيقة دي إجابة مطاطة و أنا حاسس إن هو زي يستدرج الأهلي إن يطلب حكام أجانب، وبعدين أقول له يا ريت كان على فص عيني. طيب الأهلي علشان كده رد عليه غير يتلقف. أنا بس عشان النقطة غير يتلقف، يقول لك احنا بنثق في الحكام المصريين، وكان المقصود بقى ان الاهلي يواجه الحكم المصري في مواجهه مع الحكم، فتزداد الفجوه. الموضوع مش كده، الموضوع ان الاهلي حرصا منه على حمايه التحكيم المصري. ها انا وجهه نظري كده، كنت اقولها كده. انا لما بطلب حكم
ماتش الاهلي والزمالك انا عايز احمي الحكم المصري من القيل والقال، مش طعنا فيه ولا طعنا في كفاءته ولا طعنا في نزاهته، بالعكس، انما لان ما يقبل من الاجنبي ينظر عليه انه محايد. بس اي اجنبي؟ احنا لقينا في اجانب تفصيل بتجيلك السنتين اللي فاتوا دول، وكانه نضب العالم من حكام الصفوه اللي الاهلي بيقول لك ادفع $40,000 وتجيب لي حكم كويس. فقضيه اضطر النادي النهارده يرد على اتحاد الكوره في خطاب بيقول له ان ردا على ان الاهلي طلب حكاما اجانب من اقوى 5 دوريات اوروبيه، الانجليزي والاسباني والالماني والايطالي والفرنسي، خزينه النادي سوف تتحمل مبالغ كبيره حتى يحصل الاهلي على العداله التحكيميه التي هي حق لكل الفرق المتنافسه، خاصه وانه سبق وان قام الاهلي بمخاطبه اتحاد الكره مرات عديده على مدار العامين الماضيين للنهوض بمنظومه التحكيم والتصدي للاخطاء التحكيميه المتكرره التي تثير الجدل وتتسبب في حاله احتقان بين الجماهير، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات فاعلة في هذا الشأن. وأكد النادي في خطابه أيضا على أنه طلب استخدام هذه النوعية المتميزة من الحكام الأجانب ليكونوا إضافة فنية للدوري المصري ويتم الاستفادة من خبراتهم لتفادي الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات. وجاء في الخطاب أن الأهلي لم يطلب استخدام حكام أجانب من دولة بعينها، بل أشار في مكاتباته إلى قيام اتحاد الكرة حسبما يرى اختيار حكام من أي من هذه الدوريات الخمسة التي تأتي في المقدمة كرويا في أوروبا، وذلك لمواجهة أي اعتذارات. يعني أنا مدي لك 5 اختيارات، أولها موافاة الأهلي. الأهلي في ختام خطابه طلب من اتحاد الكرة 4 طلبات جديدة، قال له أول حاجة لازم توافيني بأسباب اعتذارات الدول الخمسة، عايز أعرف الناس دي اعتذرت بجد ولا اعتذرت ولا لا على إيفاد حكام للدوري المصري، أو الإعلام بشكل رسمي عن تلك الأسباب، يعني ليه الشفافية، قول مين اللي رفض ورفض ليه. ثاني الطلبات ابلاغ النادي عما اذا كانت هذه الاعتذارات من الدول الخمس مؤقته ام دائمه، يعني اتقفل الباب ده ولا ممكن ينسق معاها، ارجع اطلبهم يعني. ثالث الطلبات ان النادي يتمسك باسناد مبارياته التي يحددها الى حكام اجانب من الدوريات الخمس الاوروبيه، ووفقا للمعايير التي تمت الاشاره اليها في خطاباته لاتحاد الكره، حال تعذر ذلك بالنسبه لمباراتي طلائع الجيش والسيراميكا لاسباب تتعلق بهذه الدول ومعلنه عبر وسائل الاعلام من جانب الاتحاد، في هذه الحاله ينتظر الاهلي وبشكل عاجل ابلاغه باقرب موعد يمكنه فيه استخدام حكام اجانب من هذه الدول. الطلب الرابع للاهلي في خطاب الامس ان يتلقى النادي في اقرب وقت المواعيد المتبقيه من جدول الدوري حتى يقوم بتحديد المباريات التي يطلب لإدارتها حكاما أجانب من ذات الدول ونفس المعيار. أستاذ أكرم، نادي عايز يدفع $40,000 في المباراة الواحدة في مسابقة بلوشي بطل الدوري وما بياخدش جايزة، ده يعني يفسر لك إيه حجم المشكلة؟ هو الحقيقة برضو يعني خلينا نقول إنه خطاب الاتحاد بيقول إنه ده مؤقت، طب ما يعيدوا النظر في إنه يطالبوا ده، هل يحق إنه الأهلي يبقى طرف في التخاطب مع هذه الاتحادات؟ لا مش حقه يكون طبعا. طب الاتحاد المفروض هو اللي يخاطب. هل في بدائل تانية خارج هذه الاتحادات على أساس الاتحاد بيقول إنه لا لا هو بس في حاجة إنه دول مشغولين بالدوريات بتاعتهم؟ في حاجة غير منطقية في الرد ده، انه بيقول ان انشغال المباريات في اوروبا رغم ان كل بطولات اوروبا في مراحلها النهائيه، يعني المباريات قلت جدا بالظبط، يعني مستحيل كده الاهلي بيقول يكونوا منشغلين. قول لي مين اللي رفض ورفض بشكل نهائي، مستحيل يكون الحكام الخمس دول مشغولين في ماتشات كل يعني البطولات وصلت لمرحله النهائيه. اولا هل من حق بلاش الاهلي الانديه تطلب حكام اجانب، والطلب الطلبات دي من حق اي نادي شايفها طلبات يعني مبالغ فيها ولا طلبات منطقية؟ أولا حضرتك يعني كيف ترى هذا الخطاب وطلبات الأهلي؟ هل لو طبقناها أن يبقى أي نادي يقدر يطلب هذه الطلبات ومن حقه وبالطريقة دي والكلام ده، ولا مش من حقه؟ ما أظنش أنه هيبقى فيه كل يعني طبعا كل نادي من حقه أنه يطلب التحكيم، الطلبات بقى نفسها أنه يبحث عن التحكيم، طلبات بالنسبه للحكام يعني جواب مكان مجموعه من الطلبات من مكان معين ومن ناس معينين، ده طبيعي مستوى معين واتطبقت على احد الانديه من سنتين مستوى. كان كل حكام كنت على المدى الطويل هو الطبيعي انه النوادي المصريه تبذل جهد مع الاتحاد في تطوير فكره التحكيم وتطوير هذه المنظومه تدخلت بشكل كبير هتتدخل، وده النقطه بقى
اللي انا عايز اقوله الحل دلوقتي، انت دلوقتي طلبت قالوا لك الوقت مش هيسعفنا والدوريات دي مش منطقي، مش منطقي قيل هذا. ما هو انت بتتعامل مع اتحاد صحه القرار، هو رد في النهايه، ده رد منطقي، ده قرار وخلاص. اذا انت طلع الجيش والماتشين الجايين بحكام مصريين، انا يعني هل ترى مثلي او تختلف معي ان الكره دلوقتي في ملعب التحكيم المصري يستطيع من خلال المباراتين دول ان يقدم تحكيما يقتنع به الجميع، معيار واحد لكل الاطراف؟ انا اعتقد ان بالقياس دي فرصة الى صفارتك السابقه. صح. مش يجي تقول لي انا من هنا ورايح ابقى، لا انت انت بتطرد على الواقعه دي، ما تجيش تقول لي انا اطرد هنا ونفس الواقعه. هو ده اللي مضايق الاهلي يعني، وانديه اخرى مش الاهلي بس. كل الانديه بتخاف تتكلم عن. هل ترى ان الكره في ملعب التحكيم في الماتشين دول يخلونا نرجع يمكن نتغاضى بقى عن الفكره من اساسها؟ لان الهدف يا ريت يا ريت لما تيجي تقول ايه دعم المنتج المصري، ما انا لو لقيت جاكيته حلوه بسعر رخيص هاخدها وابقى فرحان ويا ريت. لكن لو انا بقى دفعت المبلغ ده اللي يبدو انه رخيص ولكن تتلبس مره واثنين وتتربي يبقى غالي. انا رايي انه لازم يبقى في جهد اضافي لتطوير التحكيم المصري وتقويه الثقه فيه. مش الثقه بتيجي من الكفاءه، ما ينفعش اعمل ثقه التدريب في الكفاءه التدريب والنزاهه. قد تملك الكفاءه والنزاهه ولا تملك الاراده. النزاهه ان ابقى راجل نزيه، فيها جزء تدريب وفيها جزء نفسي وفيها جزء كل رؤساء لجان الحكام في العشرين سنه الاخيره هم نفس الاشخاص ودايره. لم يضبط لجنه التحكيم في مره بتعمل دورات على مستوى عالي يعني بدايه الموسم المفروض يجيبوا خبير مقيم الاهلي طلب كده اعتقد في طلب كان في كلام ان كولينا يجي ومش عارف مين، طب خبير اجنبي يشرف على تطوير منظومه التحكيم ويستمر فتره مش يجي اسبوع ويمشي. مش بس تطويره والتقييم، لا يقعد هو اللي يحاسبه بالظبط، ومش يجي اسبوع ويمشي، خبير مقيم لفتره ونطلع ناس جديده في التحكيم. لكن ما الاقيش رئيس لجنه الحكام عامله زي الدايره المقفوله، فلان مشي يبقى التاني يعني بدل ما اجيب حكام اجانب بكثره اجيب خبير اجنبي يمقيم سنه يتطور لي مقيم سنة. انا بجيب مدرب اجنبي، على فكرة انا بجيب مدرب اجنبي دول الخليج كتير، ده بتجيب الحكام كلهم طورت نفسها من خلال هذا النموذج يعني. هو الاحتكاك هو اللي بيخبره، تندهش مستوى الصفاره في دول الخليج ارتقى طبعا جدا من عام من ايام بوكسيب. ايوه تشعر التحكيم سبق المستوى الكوره كمان. صح يعني كان شخصيات كده صح، عايزين هذا الكلام وان الحكم يحب نفسه، يحب نفسه، يحب نفسه وشكله قدام، يحب العدل قدام الجمهور وراجل عادل، مش هيحب نفسه الا اذا كان عادلا. طب النهارده بمناسبه برضو التحكيم، الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره قال تصريح جديد شويه، قال ان هو بيؤيد اعلان عقوبات الحكام في وسائل الاعلام. طول عمرهم بيقول لك عقوبه الحكم داخليه عشان الهيبه وعشان السمعه بتاعته. رئيس الاتحاد بيقول لك لا انا بؤيد انه عشان الحكم يرتدع وعشان الناس تعرف انه حصل خطا لابد من اعلان العقوبات. انتوا مع ولا ضد؟ لا انا مش مع الاعلان بشكل، مش مع الاعلان لا لانه يسيء لصوره التحكيم. لا لا ومفيش مانع انه يكون في سياق عام يتم الاعلان فيه، ما هو الفيفا او غيره ما هو بيعلنه بس بيعلنوا في سياق. بيعمل ايه يا جماعه؟ الحكومه المصريه في وزير اتقبض عليه وصوره اتوزعت على الصحف ومقبوض عليه، وزير الزراعه في اول 2016 في ميدان التحرير اتقبض عليه، في ميدان التحرير وهو خارج في كل المهن المحترمه. انا مع اعلانه بس سياق محدد، سياق محدد صحفي فاشل، سياق محدد عشان يبقى صوره التحكيم برضو محفوظه. يا جماعه بنتكلم على قاضي المباراه، احنا بنوهم نفسنا بالهيبه والصوره، الكلام ده مش صح. انا ليه الصح او غلط؟ بس حكم اخطا مش خطا يعني، لكن حكم بيحتوي اخطا في تطبيق القانون لا بيحتوي متعمدا، ده المفروض ما يتحكمش تاني. والله يعني لا مجموعه اخطاء مفروض يستبعد. ده كلام مهم جدا. المشكله يا ابراهيم بسرعه قبل ما تطلع الفاصل ده في جمله، ده منعكس ان احنا مش شايفين لينا حكام بالكثافه الواجبه التي تتناسب مع تاريخنا بره في البطولات الدوليه، وان التحكيم المصري هو الذي حاضر وافرز الحكام الافارقه والعرب، ويبقى ده الوضع عندنا بشكل. مفيش ولا حكم لا في كاس عالم ولا في اي بطوله اصلا، يكاد يكون السنه دي مفيش حد، تمثيل نادر يعني. صحيح. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل 115 سنه اهلي. طيب الدقائق المتبقيه هنقضيها في الذكريات.
ذكرى تأسيس النادي الأهلي 115 سنة، ذكرى وفاة شيخ النقاد الرياضيين الأستاذ عبد المجيد نعمان رحمة الله عليه 20 سنة، وذكرى ميلاد الصديق العزيز إبراهيم منيسي. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. مش هقول لكم الكام بقى، إذا عايز يقول هو يقول. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. نص الثاني من 50. 55. طيب. بمناسبة الله في بقى القناة بتقول لك كل سنة وانت طيب. شكرا شكرا. طيب احنا هنقطع التورتة بعد الهوا. ولا ايه؟ نفخت كده انت اللي طفت الشمع ده. شكرا جزيلا شكرا. طيب الحقيقه بمناسبه 115 سنه على انشاء النادي الاهلي. النادي الاهلي 115 سنه 142 بطوله في كره القدم، يعني انتاجه يزيد عن عمره. استاذ جمال انا عكست المره دي عشان انا عارف روح المشجع. ايوه انا مشجع جدا. 115 سنه اهلي تعني بالنسبه لك ايه؟ بص انا وانا صغير يعني اول ما بدات اهتم بالكوره ما كنتش بشجع الاهلي. فجاه يعني تحولت من الاتحاد للاهلي. انت اسكندراني حضرتك؟ لا خالص. لا بس كنت اورابي بقى وبتاع احنا صغيرين. اورابي خمس اجوان الصفات. الاهلي اكتر حاجه بتخليني احب الاهلي وافضل احبه طول الوقت او ممكن غيري كتير هو المنظومه اللي ماسكها الاهلي. وفكرك بواقعه. في حوار للكابتن الخطيب في أون وانا موجود فيها. أي. كان في حاجه معينه عن مرشح منافس فقلت له قلت لك فقلت له قول له انت انا ماليش دعوه. قلت له قال لي لا لا ما اقولش الكلام ده. ده بيعكس ايه؟ ان مش تمثيل، دي اداره بجد. تاريخيا اداره بجد من مواقف متوارثه لكل قيادات النادي. الاهلي نادي مبادئ فعلا، ما بيقولش مش كلام بس، بيعاقب ابنائه، بيحتوي ابنائه، المخ المهزوم بيقعد. ده جلسه النهارده بتاعت الخطيب مع الفريق الطائره المغلوب او ساله المهزوم او اللي خاسر، يعني دي جزء درس من اسباب كبير. الوضع ده درس كبير من الانديه الاخرى. ايوه الاهلي زي بيت من الحكماء. ايوه وبصراحه يعني من اكتر حاجه بتشدني الاهلي طول الوقت ادارته. في مقوله سرقتها من بنتي، الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. صحيح صحيح صحيح. فعظمه الاهلي هي المواقف دي. صحيح. اللي اصبح بتتراكم بطولة. الجمهور بيتغنى بيه اكتر من نتائج. صحيح، ما بدليل ان في لاعب مهم جدا. والحقيقه العظمه يمكن بما اننا بنتكلم على الاستاذ عبد المجيد نعمان او فكره الحنين او فكره المبادئ وفكره الحاجات دي، هو بتتناقلها الكلام اللي بيقوله الاستاذ جمال، فكره انه هذه المبادئ ارسيت على مدى عصور وعلى مدى فكرة انه يبقى فيه الكبار الرموز الكبيرة اللي بتسلم الرموز اللي بعديها. ويمكن كابتن الخطيب النهاردة قال حاجة انه احنا نقلنا من الاجيال اللي قبلينا وبندي وعاوز اللي موجودين يدوا للاجيال اللي بعديهم. دي بصراحة هي اهم حاجة في سياق الاحداث. كلمة بسيطة بس عميقة. ففكرة انه احنا بنحن لزمن جميل في التشجيع، في انه في تأييد وفي بس ما فيش التعصب وما فيش الفتن وما فيش، وان احنا ان نفتكر ناس في النادي ده وناس في ده، ناس في الاهلي وناس في الزمالك وناس في الترسانه. كان جمال لما بيقول على فكره انه يمكن في الحديث بعض الناس بقى دلوقتي بتزعل لما بتشوف الصور اللي هي ما كانتش موجوده في بعض المشجع جمال الشناوي طبعا. بس انا قصدي انه احنا بنحن، وعشان كده عاوزين هذه الصوره العظيمه اللي بتسلم الاجيال اللي بتسلم بعضها. والاستاذ عبد المجيد نعمان كان احد الرموز الكبيره، والاستاذ نجيب المستكاوي اللي هم اتعلمنا منهم مش بس نقد رياضي او تعليق رياضي، لا في ثقافه وفي اخلاق وفي مبادئ وفي قيم وفي حاجات مهمه جدا ومهنيه عاليه. وده اللي انا بقوله انه ما تزال الصحافه سواء المطبوعه او الإلكترونية تتماسك بدرجة كبيرة جدا من المبادئ، يمكن عشان الأساتذة دي كانوا في التأسيس بالنسبة لهم. طب أنا هفكر بحاجة وأفكر المهندس عدلي، لأنه الحقيقة كابتن صالح سليم الله يرحمه اللي بتحل ذكرى رحيله أيضا الشهر الجاي 6 مايو، وهو بيتكرم بياخد وسام القرن في جوهانسبرج بيدعبهم وبيقول لهم إذا كنا النهاردة بنحتفل بالأهلي نادي القرن العشرين
عايزين نتقابل في نهايه القرن الجديد مع بعض واحنا بنحتفل بالاهلي نادي القرن ال21. لا وفي مشهد يا ابراهيم كانت النتيجه جمال انه بعد 20 سنه النادي الاهلي في مباراه اول امس وصل للنقطه 100 بقى في صداره انديه القاره في القرن ال21. لا في مشهد يعني في الرحله دي يا ابراهيم نبوءه او رغبه او امنيه فرق بينه وبين الثاني 36 نقطه. هقول لحضراتكم بس علشان لا ثانيه واحده بس جمال بيعز يقول عندي في مشهد في الرحله بتاع كابتن صالح لجوهانسبرج. ايوه مين كان معاه الطياره؟ كابتن الخطيب. وقال له ايه؟ قال له ايه؟ خد الملفات كتير معاه يذاكروها في الرحله طول الطياره. ايوه الاهلي بيعد دايما. لا انا طبعا شفت المشهد بعيد. انا سمعته انا من المتابعين. في صوره حتى يا جماعه للثلاثه مع بعض. انا كابتن الخطيب فتح اللابتوب وقعد جنب الكابتن صالح ومش عارف ايه والناشئين وهنعمل في ماتش الاخير في المغرب. كابتن الخطيب كان مين؟ حسام غالي معاه. ده ميزه الاهلي تواصل الاجيال بالظبط كده. وبنفس المبادئ وتوارثه الاخلاق والمبادئ والالتزام. وبيعاقب ابنه لو غلط. انت هتلاقي في صوره حتى معروفه للكابتن صالح مع الكابتن حسن حمدي والكابتن الخطيب. صوره تختزل 50 سنه اهلي. كابتن حسن حمدي لما تصور الحضري راح سيون وحد من الرئاسه اتصل قال له مش هيرجع. يعني قصه وحاجات دي كانت ازمه في الاهرام عشان اتكتب في الصفحه الاولى وكتبوا الخبر قبل. طيب الاهلي يا جماعه قائمه العشرة ما دمنا بنتكلم على القرن. الاهلي الاول في القرن الجديد 100 نقطه في افريقيا. الترجي التونسي الثاني 63، مازيمبي 63، النجم الساحلي 58، الوداد 42، الزمالك في المركز السادس 38 نقطه، الرجاء المغربي السابع 35، وانيمبا 31، التاسع الصفاقسي التونسي 31، والعاشر سان داونز الجنوب افريقي 29 نقطه. نبوءه الكابتن صالح ورغبته بيحافظ عليها الكابتن محمود الخطيب بعد 20 سنه تقترب من التحقيق باذن الله. ده خلى الشاعر السكندري احمد الخدرجي الحقيقه اهدانا قصيده للاهلي ب 115 سنه نسمعها. وخمستاشر سنة والأرض لسه بتبتدي فوقها الونس بطولات كتير مع إنها من يوم نزول آدم وحواء من السماء كان لونها أحمر لون التاريخ لون القلوب لون الوطن والمجد والتفاصيل كل حاجة لونها أحمر إلا لون المستحيل. 115 سنة وإنت الوحيد اللي انتفض علشان يرش البهجة والفرحة الجميلة في الشوارع يكنس الأحزان ويخلق من المواجع حلم تاني نصر تاني زفة طلعة في الليالي عاوزة كاس أفريقيا تاني. 115 سنة واحنا هنا تفاصيل كتير طلع من الأحلام في نومنا سكنة في ريحة هدومنا برفانات ياه بقى عالذكريات صورة أمي وهي بتعيط في حضني بعد جون متعب في سيو سبورت مثلا ولا صوتها وهي بتكلمني في التليفون في يوم القضية ممكن والدموع عمالة تنزل من جراب الفون تنقط فوق هدوم صوتها كان عمال يعيط فرحة فرحة ولا ليلة جون تريكا في الصفاقسي ولا يوم أول برونزية في حياتنا ولا 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 كل عام يا أهلي وانت انت أعظم فرح فينا خلى طعم الحزن ولا طيب يعني استاذ ابراهيم منيسي انت عايز تقول حاجه على استاذ عبد المجيد نعمان؟ هنشوف تقرير قبل ما ندلع فيك شويه. لا هنقول مارس ديكتاتوريته. بص يا جماعه 20 سنه على مرور اذا كنا بنتكلم على عبثيات الاعلام ومشاكله وهمومه هنتكلم على نموذج تاني نموذج قمه في الانضباط الصحفي في الالتزام المهني في الاداء الاخلاقي. كابتن عبد المجيد نعمان عليه رحمة الله لاعب في النادي الأهلي إداري عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي رئيس لجنة الحكام
ثم ناقد رياضي لسنوات طويلة جدا حتى رحل في 24 إبريل 2002. هنشوف في هذا التقرير بعض من ملامح مشوار الكابتن عبد المجيد نعمان. في 24 من أبريل عام 2002 كان موعد رحيل الفارس نعمان في ذات تاريخ ذكرى تأسيس الكيان، تاركا خلفه تاريخا لا يطويه النسيان. هو أستاذ الأخلاق الصحفية ورائد الصحافة الأمينة النقية، المحارب واللاعب والحكم والصحفي. إنه عبد المجيد نعمان، شيخ النقاد الرياضيين الذي مر على رحيله 20 عاما، تاركا خلفه تاريخا يحكى، وعن تاريخه نحكي. ولد شيخ النقاد الرياضيين عبد المجيد نعمان في 18 من أبريل عام 1915 بقرية دلجة بمحافظة المنيا. تقلد العديد من المناصب بالقوات المسلحة ونال شرف الدفاع عن الوطن في حرب فلسطين عام 1948، كما شارك في حرب 56. وخلال مسيرته العسكرية حصل على العديد من الأوسمة والنياشين، منها نوط الجدارة الذهبي، نيشان النيل من الطبقة الخامسة، وسام الرياضة من الطبقة الأولى، نوط الامتياز من الطبقة الأولى. على المستوى الرياضي لعب عبد المجيد نعمان بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومثل منتخب مصر العسكري، ثم اتجه لمجال التحكيم وأصبح حكما دوليا عام 55، ثم رئيسا لاتحاد الكرة المصري عام 57، ثم عضوا باللجنة الأولمبية المصرية عام 71، ووكيلا لاتحاد الكرة عام 78. على الصعيد الصحفي شغف نعمان بالصحافة، ولأجلها ترك العمل بالقوات المسلحة ليبدأ رحلته الصحفية بالعمل في جريدة الجمهورية بمؤسسة دار التحرير. وكان له الفضل في إنشاء القسم الرياضي بصحيفة المساء عند بداية ظهورها عام 56، وظل رئيسا للقسم الرياضي بالصحيفة حتى انتقل إلى مؤسسة أخبار اليوم عام 65 ليترأس تحرير الرياضة بها، كما تولى رئاسة تحرير مجلة الأهلي عام 81 وحتى وفاته. وخلال تلك الفترة في المجال الصحفي تقلد نعمان منصب نائب رئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين الأفارقة عام 70، ثم أمين عام اتحاد الصحفيين العرب عام 76، وتخرج على يديه عشرات الصحفيين النابهين. على الصعيد الإنساني ارتبط عبد المجيد نعمان روحية بالراحل العظيم صالح سليم، حتى إن قلبه لم يحتمل إشاعة كاذبة بوفاة المايسترو ليفارق على إثرها الحياة. وعلى الجانب الآخر يتم إخفاء خبر وفاة نعمان عن المايسترو الذي كان يعالج في لندن، ثم يرحل المايسترو بعد نعمان 15 يوما. وهكذا رحل نعمان وهو لا يعلم أن صالحا كان حيا، ورحل صالح وهو لا يعلم أن نعمان قد مات. تاريخ حافل بالنجاح الوطني العسكري النقدي المهني الرياضي في كل مجال عمل فيه ترك بصمة الاحترام، الاحترام القيمة التي تلخص الأستاذ عبد المجيد نعمان رحمة الله عليه. ولكن أما وأنه قد رحل وترك رصيده الهائل من الاحترام، فقد ترك لنا أيضا من تلامذته النوابغ صديقي العزيز إبراهيم منيسي الذي سلمه الراية في مجلة الأهلي واحتضنه وأرضعه حب المهنة وحب الأهلي. كابتن نعمان ألف رحمة ونور عليه، الحياة أستاذ الأجيال الصحفية، وأعتقد أن الصديق العزيز حامد عز الدين يعني أطلق عليه لفظ أستاذ الأخلاق الصحفية. صحيح. لأنه كابتن نعمان في أخلاقه، في مهنيته، في ضوابطه، في التزامه، في احترامه
لا يعني نموذج يدرس للأجيال. في دقيقة حضرتك وحضرته هتقولوا لنا أي حاجة عجبكوا عايزين تعلقوا عليه في هذه الحلقة، أي فقرة، أي يعني قضية، أي ملمح من ملامح التكريم. لا هو أهم حاجة اللي احنا قلناه في الأول، اللي هو دايما أما الفريق يكسب فيتواضع أو يخسر فيتماسك. وطبعا يعني الختام بالأستاذ عبد المجيد نعمان، الرمز الرياضي والرمز الصحفي العظيم اللي مبادئه وقيمه بتحكم كثير من الصحافة، واللي نتمنى أن مثل هذه المبادئ تسلم للأجيال التالية وينقلها الأستاذ إبراهيم منيسي إلى الأجيال التالية ثم الأجيال التالية تنقلها. وده هو السياق العام اللي بيحكم سواء الأهلي أو سواء الصحافة الرياضية والرياضة بشكل عام، اللي بتعالج كثير من المشكلات اللي احنا كنا بنتناقش فيها طوال الحلقة. أستاذ جمال وأنت ابن المؤسسة بقى التي أفنى أستاذ عبد المجيد الله يرحمه، وإحنا صغيرين في أخبار اليوم كان بيفتح لنا مكتبه ونشوف الماتشات المشفرة، كنا بنروح وإبراهيم كان حاضر يعني. كان إنسان عظيم الله يرحمه، طيب وما ينزعجش، إحنا شباب صغار ونتخانق ونصرخ ما كانش ينزعج من ده غير الصوت. تعيش تعيش. الله جملته يرحمه. الشهيرة الله يرحمه بالابتسامة اللي بتلخص حاجات كتير جدا. أول كنا بنخش خايفين، أستاذ كبير في أخبار اليوم يعني. كان عمال المطابع يجوا بالعفريتة بتاعت الحب يجوا يتفرجوا، كان حد مرة حب يمنعهم قال له هتمنعهم هات لهم تلفزيون في المطبعة. صح. هم يجوا يتفرجوا معايا. بس أنا آخر حاجة عاوز أقولها إن أنا بحلم من الأهلي يبقى عنده مركز بحثي أو سينك تانكس خاص بيه يتواصل ينقله جديد للإدارة ويقدم اقتراحات. بحلم الأهلي يعمل حاجة كل سنة يربطه بالجماهير اللي ورع عضوية النادي، ممكن يعمل مسابقة سنوية يختار مشجع واحد أو اتنين حسب بتاع يبقى عضو النادي. اكتب لنا الاقتراحات دي. اه والله بجد. لا أنا أتمنى أن الأهلي يبقى طول الوقت. احنا كنا سعداء بكم النهاردة. احنا كمان والله. كل سنة حضراتكم طيبين. كل سنة وانت طيب. كاتب الصحفي الكبير أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع والكاتب الصحفي المنطلق والمشجع الاهلاوي المشاغب جمال الشناوي رئيس تحرير بوابه اخبار اليوم، احنا بنشكركم شكرا جزيلا. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين ابراهيم. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيب. شكرا جزيلا لحضراتكم على طيب المتابعه وتصبحوا على الف خير.